للموضوع عندما لنا عبر الهاتف من أبو ظبي الدكتور محمد داود استشاري الموارد المائية في هيئة أبو ظبي للبيئة. دكتور مساء الخير، أهلا بك معنا. كما تبعث معنا في التقرير خسائر اقتصادية هائلة بمليارات الدولارات وخسائر حتى صحية بسبب تلوث المناخ، ونتحدث كثيرا عن الأضرار التي يؤدي إليها تغير المناخ وتلوث المناخ. إلى أي مدى نحن بحاجة الآن إلى تدخل عاجل للحقول دون حصول خسائر أكبر سواء ماديا أو صحيا على الناس؟ أهلا بحضرتك، مساء النور عليك وعلى مشاهدينك. الحقيقة أنه موضوع التغيرات المناخية أصبح من الجدية بمكان أنه لا يؤثر فقط على الإنتاج الغذاء وعلى موارد المياه والصحة العامة، ولكن يؤثر أيضا على إنتاجية وكفاءة البشر وصحتهم وبشكل كبير جدا على اقتصاديات الدول ومعدلات النمو في القطاعات الاقتصادية المختلفة. وبالتالي هناك يعني حاجة ماسة وحاجة كبيرة جدا إلى أن الدول تتخذ التدابير اللازمة للحد من تأثير التغيرات المناخية، ثم فيما بعد التأقلم مع هذه التغيرات المناخية. الحد من تأثير التغيرات المناخية بيشمل عملية استخدام الطاقة المتجددة والنظيفة، استخدام وسائل أكثر أمانا وأكثر أقل تأثيرا على البيئة وعلى غازات الأوزون وغيرها، وتأثير على جودة الهواء وتقليل الانبعاثات الكربونية. مما لا شك فيه أنه أكبر قطاع بيؤدي إلى التأثير على موضوع الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية هو القطاع الصناعي وقطاع إنتاج الطاقة وقطاع النقل. هذه القطاعات لأنها بتستخدم كميات كبيرة جدا من الوقود الأحفوري، وبالتالي بتنتج كميات كبيرة من الانبعاثات الغازية والغازات اللي هي بتسبب الاحتباس الحراري فيما بعد، وتؤدي إلى هذه الكوارث اللي حضرتك ذكرتها. نعم دكتور، يعني الحل إذن هو في الطاقة الصديقة للبيئة. تجارب ناجحة يمكن الاقتداء بها على مستوى الدول، وتجربة دولة الإمارات خاصة في هذا المجال في سبيل أو ما يطلق عليه الاقتصاد الأخضر. صحيح. أولا أنه هناك زي ما قلنا لحضرتك أن هناك كثير من أنواع الطاقة المتجددة زي طاقة الرياح، طاقة المياه، طاقة الشمسية، طاقة حرارة باطن الأرض، وهناك الدول بدأت في حديثا في يعني المضي قدما في عملية استخدام الطاقة المتجددة، وهناك هدف عالمي بحلول عام 2030 أن يكون نسبة استخدام الطاقة المتجددة ارتفعت إلى أكثر من 17 أو 18% في دول العالم. الحقيقة أنه دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة رائدة، والحكومة كانت لديها رؤية ثاقبة ومستقبلية في استخدام الطاقة المتجددة وتنويع مصادر الطاقة، فبدأنا بهناك كثير من المجمعات ومحطات الطاقة الشمسية زي مجمع سمو الشيخ محمد بن راشد في دبي، زي مدينة مصدر، زي شمس واحد وشمس اثنين في أبو ظبي، وهذه كلها مصادر للطاقة المتجددة. والدولة بالحقيقة لم يعني تألو جهدا ولم تبخل في الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة. عندنا مدينة مصدر اللي هي تعتبر المدينة الأولى والأكبر عالميا وأول مدينة خالية من الانبعاثات الكربونية. الحقيقة أنه هذا بيؤدي أنه يمكن التحدي الوحيد اللي عندنا في عملية التوسع في استخدام الطاقة المتجددة كان دائما اللي هو ما يسمى بالتكلفة الرأسمالية، اللي هي التكلفة عالية شوية عشان نبدأ نستثمر فيه. طيب دكتور، باختصار هذه مسؤولية الحكومات ومسؤولية الأفراد أيضا للمساهمة في التخفيف من التغير المناخي باختصار. مما لا شك فيه انه بدون مسؤوليه الافراد لا يمكن ان نساعد الدوله او الحكومات في المضي قدما في تحقيق الخطط الطموحه بتاعتها او اللي هي بتهدف ليها، وبالتالي على الافراد انه يستخدموا يعني يستخدم وسائل صديقه للبيئه، يعني اذا كانت المسافه قريبه مثلا من بيته، على انا هضرب بعض الامثله البسيطه جدا اللي يقدر المواطن العادي في حياته اليوميه يقدر يطبقها، اذا كانت المسافه قصيره ممكن يستخدم الدراجه العاديه جدا، يمكن يستخدم المشي اذا كانت المسافه دون استخدام السياره، يقدر يستخدم الوسائل الاضاءه في بيته الصديقه للبيئه او اللي هي بتسموها الليد تكنولوجيا الحديثه اللي هي اقل استهلاكا للطاقه، وبالتالي يحاول يرشد من استخداماته للطاقه في بيته، اذا لقى النور مولع يطفيه. نعم دكتور. اذا لقى الميه حنفيه الميه شغاله يطفيها، يعلم دكتور هذه السلوكيات مع الوقت، وبالتالي نرشد من استخدامنا للطاقه. شكرا جزيلا لك دكتور محمد داوود استشاري الموارد المائيه في هيئه ابو ظبي للبيئه، كنت معنا عبر الهاتف من ابو ظبي.